نحن 4 بنات بنشتغل بالأعمال اليدوي. في طبعا مديرة منتجة هي اللي بتندوج الأشياء الفكر ونحن بنشتغل، ونفس الوقت بنعرض موادنا، حاملة الأحلام، شناطي، جزطين، سنارات، أطواء، إيش ما يخطر على بالكم نحن بننتج. طبعا هو غرضنا عم نعرضهم هون بالمعرض مشان نفرجي للبرة أن المرأة بتنتج وبتعطي أكثر من هيك. معملنا يحتوي على أجبان وألبان، نطالع أجبان لبنة جبنة في عيران لبن حسب الكيلوات، كمان نعطي عنا كل شيء مركزي يعني ما نجيب شيء من برا، نلم عنا الحليب، في عنا عقود مع قرى معينة ناخذ منه من 2 لـ3 طوان حليب الصبح حسب طلب السوق وطلب القوات العسكرية، نعمل منه لبن جبنة عيران نوزعه على السوق. رغم قلة الاستقرار في المنطقة في سوريا بشكل عام، المعامل اللي موجودة هلا عندنا تقريبا حتى 2012-13 كان عدد المعامل 0%، هلا وصلت ل 620 بس بالجزيرة. على مستوى الشمال وشرق سوريا تقريبا وصل ل 3000 معمل، وهاي بيعطينا انه المنطقة الأكثر استقرارا هي في الشمال وشرق سوريا من ناحية الاقتصاد والسياسة.